دعت اللجنة التحضيرية لحملة 11 من فبراير والتي تحمل شعار ثورة ضد الفساد، دعت كافة أبناء الشعب اليمني للخروج والمشاركة في مسيرات انتهاء المهلة وبدء التصعيد غدا الجمعة لإسقاط الحكومة في مختلف محافظات الجمهورية. وقالت اللجنة إن ما وصلت إليه اليمن في ظل حكومة المحاصصة تستدعي خروج كل اليمنيين لصناعة غد أفضل وتحقيق كافة أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية.